أطلقت صبيحة اليوم في حدود 9 صباحا عبر كافة بلدية الوطن قرعة الحج 2016 تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاختيار 28 ألف حاج من بين المسجلين هذا الموسم. وتجدر الإشارة أن العملية لا تحمل أي جديد بخصوص حصص البلديات من دفاتر الحج. إكرام طيباوي. شكون ضمن يعيش عام الجاي؟ ضمنت نفسي نعيش، ما ضمنتش نفسي نعيش. وما نطالبوا زيدونا شويه، حمبابك 11 مره 16 مره ما خرجناه، 11 مره تسع خطرات وانا نمركي وراني كبيره، لازم يزيدونا في الباسبورات باش نروحوا. بركات علينا، كل خطره نبكو، كل خطره نبكو، كل خطره نخرجوا نبكو. خرج راجلي في القرعه، انا ما خرجتش. بون معليش، لا علينا بصح. Bon, je veux féliciter mon mari. Inch'Allah, Hajj Mbrouk Ali. Je suis contente pour lui. Inch'Allah, نطالبوا منهم يزيدونا في الكوتا. سجلت سبع مرات وانا نسجل. عمري ما خرجت. تعرفي هي ليا 16 عام وانا نحض. كنت في عمري 55 وليت 70 سنة. ما صحتليش. إنش'Allah راني حابة إنش'Allah نروح العمرة ربي إنش'Allah الحج إنش'Allah. حج مبرور إن شاء الله.